واحد هو المدرب العام للنادي الاهلي كابتن محمد يوسف، ولكنه واحد الحقيقه من وجهه نظري من افضل اللاعبين اللي لعبوا للنادي الاهلي لفترات طويله جدا جدا جدا، ومن افضل اللاعبين اللي احترفوا في تركيا، ومن افضل اللاعبين اللي لعبوا سيرد باك، ومن افضل اللاعبين اللي لعبوا باك ليفت من وجهه نظري. يعني انا يمكن عشان بحب كابتن محمد، ولكن محمد كابتن محمد يوسف واحد من افضل اللاعبين. وبالمناسبه هو طبعا زي ما حضراتكم عارفين هو المدرب العام للنادي الاهلي. نتكلم معاه عن دور الجمهور، مهم جدا ان احنا نسال عن دور الجمهور. يا كابتن محمد ازي حضرتك؟ مساء الخير. مساء الخير يا كابتن اسلام عليك، وسعيد عليك، سعيد اكون معاك كده ومع جمهورنا ومشاهدينا. ربنا يخليك يا كابتن محمد. كابتن محمد، يعني الفتره اللي فاتت وضحت جدا 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 قد ايه مسانده الجمهور بتفرق مع فريق النادي الاهلي. لان انا معلش انا هتكلم مع حضرتك في الحاجات دي الاول وبعد كده نخش بقى على الحاجات الاخرى، لكن مبدئيا خلال الفتره اللي فاتت مسانده الجمهور فرقت كتير جدا جدا مع فريق النادي الاهلي، واعتقد ان هي كان ليها مفعول السحر مع الصفقات الجديده اللي جت في شهر يناير. طبعا ده اكيد، يعني احنا بنتكلم في نقطه أكيد يعني يحس بيها كل لاعب مثل النادي الاهلي. يمكن انا الفتره الاخيره بعذر شويه اللعيبه اللي هي اخر 5 6 سنين من ساعه احداث بقى الثوره وكده، لما اتمنع الجمهور او بقى حضور الجمهور في بعض المباريات وليس كل المباريات. جمهور النادي الاهلي طبعا هو العامل الاساسي والعامل الركيزه الاساسيه في الفوز بالبطولات. النادي الاهلي مميز جدا بجمهوره، والنادي الاهلي في افريقيا معروف بجمهوره، وكل الفرق الافريقيه لما تيجي تلعب النادي الاهلي عارفه كويس قوي استاد القاهره بالتحديد. يعني طبعا قبل ما الفتره الاخيره دي السنوات الاخيره انتقلنا لبرج العرب، لكن استاد القاهره معروف ان اي فريق او نادي في افريقيا بيجي لعب النادي الاهلي في استاد القاهره في حضور جمهور النادي الاهلي، فدي طبعا يعني كفايه، يعني بتعمل بس رهبه شديده جدا للفريق اللي بيجي لعب النادي الاهلي. طبعا انا بؤكد ان حضور الجمهور المباراه الاخيره امام شباب الثوره طبعا هو ساعد الجهاز الفني كتير، لانه طبعا انت عندك تجهيز نفسي للعيبه وعندك تحفيز وزياده الدوافع وحاجات كتيره جدا دي بيقوم بها الجهاز الفني في عدم حضور الجمهور، لكن لما بيكون الجمهور موجود بتساعدك بشكل كبير. فزي ما احنا بنقول يعني جمهوره هو حماه، فالنادي الاهلي جمهوره حماه. وباكد تاني ان دي بتبقى مسؤوليه، خلي بالك يعني دي طبعا في نفس الوقت مسؤوليه كبيرة جدا، لأن جمهور النادي الأهلي عنده ثقافة واحدة بس هي ثقافة الفوز. دائما فرق النادي الأهلي أو أجيال النادي الأهلي المتلاحقة معودة جمهور النادي الأهلي إن هو على طول رفع راسه وعلى طول بيفوز. فنتمنى نكون عند حسن ظنهم. يمكن الفترة الأخيرة أنا سامع في كلامك إن مع انضمام الصفقات اللي تم التعاقد معاه في يناير الامور ماشيه في اتجاه احسن، الحمد لله تاهلنا من دوري المجموعات، لكن لسه ما عملناش حاجه. ايضا الدوري ماشيين فيه بخطوات الحمد لله جيده، لكن لسه برضه ما عملناش حاجه. لازم المشاهدين طبعا من خلالك انا بنتهز الفرصه، احنا عارفين كويس قوي ان احنا كجمهور كجهاز فني النادي الاهلي او حتى يعني حتى جمهور النادي الاهلي احنا بنقيم على الفوز بالبطولات فقط لا غير، يعني بالزبط. غير كده ده هدف النادي الاهلي. معلش يا كابتن انا هقطعك في النقطه دي، يا جماعه هو ده فكر النادي الاهلي، هو ده الناس بتفكر في كده. يعني احنا انا كنت هقول للكابتن يوسف بصراحه عملتوا ماتش حلو وكذا وكذا، قال لك يا جماعه يعني ده الطبيعي، هو ده اللي بيحصل على فكره. يعني انا بقالي مثلا شهر ما كلمتش كابتن محمد يوسف، ما اعرفش اي حاجه. يعني احنا دايما لان ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي، ان لما توصل لدور الثمانيه برضه لما تتاهل ان شاء الله لدور الاربعه، ولما تتاهل للمباراه النهائيه، كل ده طبيعي يا جماعه، ومش بنقول كده مجرد كلام ولا حاجه. اتفضل يا كابتن محمد. هو يعني طبيعه النادي الاهلي وطبيعه الثقافه في النادي الاهلي فرضت كده. فيعني انت لو سالت او عموما بتسال مثلا كم مره وصلنا نهائي كاس، كم مره وصلنا نهائي افريقيا، مش هتلاقي الجمهور قوي حافظ قد ما حافظ الفوز عدد بطول. مرات فوزك بالدوري، عدد مرات فوزك بالكاس، عدد مرات فوزك بالسوبر، عدد مرات فوزك بافريقيا.
عدد مرات وهكذا. فنتمنى كرة فيها كل حاجة، وكرة مليئة بالمفاجآت، كرة بتدي اللي بيديها. فنتمنى إن شاء الله إن احنا الفترة الجاية دي نشتغل كويس جدا. عندنا مباراة يوم 30 مع نادي الزمالك. أهم الاستعدادات بقى لهذه المباراة يا كابتن محمد، لأنها